أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في برنامجكم ولاد بلدي. يا رب دايما في صحة وسعادة وأمان. مكملين معاكم في المطاعم على مستوى أنحاء الجمهورية، والنهاردة معانا 3 مطاعم، من ضمنهم وبالصدفة مطعمين سوري. أول مطعم معانا هو المطعم الوطني السوري في مدينة جمصة ومصيف جمصة بالدقهلية. تاني مطعم معانا مطعم البركة في الدقهلية، بالأخص مدينة شهة. تالت مطعم وهو سوري في كفر الزيات. طبعا زي ما انتوا عارفين اخواتنا الشعب السوري الشعب الشقيق اللي لجأوا لنا في أزمتهم ومصر احتضنتهم. عندنا مطعم الوطني السوري أثبت لنا الكلام ده. يا رب يا رب يا رب يرجعوا بلدهم سالمين، لكن برضو هنا بلدهم. هنخش على مطعم، أول مطعم عندنا هو مطعم سوري في مدينة جمصة ومصيف جمصة. المطعم ده أنا مش هتكلم عنه كتير لأن التقرير اللي جاي هيتكلم لوحده، من أول الناس السوريين اللي فتحوا في مدينة جمصة. تعالوا معانا، وقبل بقى ما تيجوا معانا للتقرير حضروا حاجة تاكلوها عشان ما تجوعوش من التقرير الجاي، زي ما أنا برضو بحضر حاجة أكلها لما باجي أتفرج على الحلقة في البيت. يلا تعالوا معانا نشوف الوطن السوري. رائد عبود، مطعم الوطني السوري. تقريبا يعني البدايه الكمامات دي حاجه اساسيه، بنحاول ان احنا نعمل تعقيم للمكان بشكل يومي. بفضل الله كل حاجه مثلا بتيجي، خلينا نقول بمستوى امن، يعني في سبيل ان ما يحصلش عدوى او يحصل اي مشكله معانا او مع اي زبون بيتردد على المكان. فبنحاول تبقى الامان ان شاء الله يبقى كل حاجه متامنه. والله بفضل من الله، يعني ومن اول حاجه احنا بقالنا 10 سنين بجمصة تقريبا، احنا اول مطعم سوري فتح هون. عندنا الكريب او الشاورما بشكل عام مميزه، وكل الاصناف الحمد لله بنشتغل عليها بحيث انها تكون عند حسن ظن الزبون، ولما يتذوق اي صنف عندنا من المحل يعجبه ويرجع يعيد المره دي تاني. بالبدايه عندنا الشاورما شيء اساسي، عندنا قسم المشويات يعني موجود فيه كل شيء. عندنا الكريب حاجه اساسيه برضو. في قسم المعجنات مثلا البيتزا، المناقيش، في كوبا اللي هي كوبيبة بالمصري، في عنا سندويش اللي هو السندويش البسيط او تبع الفطار، ده من الحاجة الاساسية بالمحل اللي هو سندويش البطاطا بالخبز السوري. في اي وقت بالنسبة للمكان، يعني انا صار لي 10 سنين في جمصة وبتوقع كل الناس اللي بتتردد على المصيف، حتى الناس اللي بتيجي من القاهرة، عارفة المكان، ومطبخي مفتوح ومخزني مفتوح والمطعم مفتوح لاي حد يحب يتفرج او يخش على المكان يشوف الحاجه اللي هو بياكلها بتخرج للزبون ازاي. محلنا ان شاء الله باي وقت مفتوح. وبالنسبه مثلا لمشتقات اللحوم بشكل عام، بنحاول ان احنا ننقي مثلا افضل حاجه موجوده بالسوق. بالنسبه للحمة مثلا بنحاول ان احنا نختار وزن الخروف من 20 ل 25 كيلو، ما يزيدش عن كده عشان تبقى اللحمه حلوه. والشاورما في وزن معين كده للفراخ عشان ما تبقاش ناشفه.
وباقي باقي الاصناف مثلا يعني الاصناف بتاعه الكريب احنا بنتبلها عندنا بالمحل، ان كان الاستريبس او البنيهات او الشيش طاووق والحاجات دي كلها بنعملها عندنا. احنا لينا فرع تاني من الناحيه الثانيه وما عندناش فرع الا في جمصه هنا. انا باسمي وباسم كل السوريين اللي موجودين في جمصه، اول حاجه بنشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على احتضانه للشعب السوري، وبنشكر تانيا اخواتنا المصريين اللي احتضنونا واحنا بنعتبر شعب واحد. وده الامانه يعني انا عن نفسي بحس وبتهيالي كل السوريين اللي نزلوا مصر ما تغيرش علينا حاجه الا اللغه. انا بالنسبه لي بحس نفسي في وطني تاني. اللي هو طبعا في كفته وفي شيش وفي نيفه وفي طرب وفي لحمه مشويه. حقيقي كل حاجه واخده التست بتاعها صح، كل حاجه طريه بتتقطع على طول، التتبيله خطيره بجد، عجبني جدا. لو دخلنا على الكبه فهي فظيعه جميله جدا، مش شاربه زيت كتير خالص. انا ما كنتش بحب الكبه قوي، لما كنت باكلها في اماكن والاقي يطلع منها زيت كتير، دي خالص مش شاربة زيت، طعمها فظيع يعني يستاهل بجد التجربة. لو دخلنا على الفراخ المشوية، شاربة تتبيلتها صح. الفراخ المشوية دي بجد مش أي حد بيعرف يعملها صح، كله بيشوي فراخ بس مش كله بيطلعها بالتست ده وبالطراوة دي، والفراخ بجد فظيع. كذا مطعم سوري بس حسيت دي جميلة قوي وعجبتني. طبعا انا لسه هكمل، انا بس دقت عشان اقول رأيي، وبعد يعني انا يعني مستنية بصراحة رأيي يخلص عشان اخلص الاكل ده كله. نخش بقى على برضو نوع من انواع المقبلات اللي هي المتبل. عجبتني قوي، حلوة. بس انا فضلت اكتر المسبحة عشان انا بحب الطعم ده اكتر، بس هي دي بصراحة اللي بيحب المتبل يجي هنا هيلاقي بجد التست اللي هو عايزه والطعم اللي هو عايزه بالظبط. لو شفتوا طبقي هتلاقوه يعني ان انا اكلت حاجات كتير، طبعا دقت بس علشان اقول رأيي، بس يعني هخلص ولازم اخلص الموضوع ده كله طبعا. نخش بقى على التبولة، وهمية، تقطعتها جميلة، شكل الطبق عجبني قوي، يشهي يعني. انا اول ما شفتها دقت عجبني جدا جدا، بالذات بقى مع اللارنجي. اللارنجي بقى اللي هو ورق العنب عندنا بالمصري للي مش عارف، بس ده مختلف شوية، ده بيتاكل ساقع. اول ما دقته كان غريب عليا لاني ما جربتوش قبل كده، لكن هو طبيعي الناس عارفاه. كبيره شويه واكيد ليها تتبيلتها وال حاجه ثانيه غير الدريسنج اكيد خاص بيه، ده غير ده. وعجبني كمان طبعا السمبوسه، ما تقولوش عليها قطايف لان دي اسمها يا جماعه سمبوسه، تجنن. والجبن اللي فيها وهميه وسخنه وطعمها يجنن. في زيها برضو هناك، خدت واحده باللحمه المفرومه، جميله جدا ومليانه مليانه، مش زي ما بنروح كده اماكن ونلاقي شويه لحمه مفرومه صغيرين كده ونقوم متضايقين، لا دي مليانه وتجنن. في كمان
المسبح المحمرة. المحمرة. المحمرة بقى عندنا هي سبايسي. هي سبايسي. انا بدوقها دلوقتي. اي حاجة كده تفتح النفس. يا جماعة انا مهما احكي مهما اوصف مش هقدر اوصف الاكل زي ما انتوا هتيجوا وتجربوا مطعم الوطن السوري في جمصة. اللي عايز ياكل اكل سوري صح، ياكل اكل سوري طعمه حلو متبل صح معمول سوري بجد مش كده وكده زي اللي بنشوفه بره، يجي الوطن السوري. وانا هقفل بقى بسرعة عشان اكمل كل الاكل ده وباي باي. ورجعنا اعزائي المشاهدين على طول نروح على مطعم البركة في محافظة الدقهلية مدينة شهى. بصوا بقى مطعم البركة ده حكايته حكاية. مطعم البركة هو مطعم شعبي شعبيته كبيرة قوي. مطعم البركة للناس الأكيلة. أيوة الناس الأكيلة اللي عايزة ترضي معدتها وتدلع حاسة التذوق عندها وفي نفس الوقت ما تعورش جيبها. رحنا مطعم البركة وقابلنا صاحب المكان، راجل بسيط وعنده طموح، عنده طموح حلو قوي، وحكلنا عن ان هو هيفتح فرع جديد وهيقدم فيه مأكولات تانية كمان غير اللي هو بيقدمها. هتيجوا معانا وهنشوف كل الكلام ده، هنشوف اللقاء مع صاحب المكان، هنشوف المكان ده ليه شعبيته كبيرة كده، وهنشوف كل حاجة معانا في التقرير الجاي. تعالوا معانا. محمد السرع، محمد السرع البركة، بقالي حوالي 16 سنة، قعدت شغال حوالي 12 سنة في المنصورة في مطعم، وجيت فتحت هنا مطعم صغير، وبعد كده فتحت يعني ايه مطعم كبير يعني. يعني بنبذل جهد اللي احنا نطلع الحاجة حلوة للناس، نطلع حاجة حلوة للناس كده يعني، وأسعار برضه على قد الإيد يعني، مش أسعار يعني ايه مناسبة للناس كل لجميع الأطياف. بنعمل شاورما فراخ، شاورما لحمة، بيتزات بجميع أنواعها، فراخ مشوي، كفتة، جميع الأصناف، فيش وطحال، جميع الأصناف، حواوشي، المشوي، جميع كل حاجة شغالة معايا الحمد لله الحمد لله. التباعد، التباعد طبعا، والكمامات، المطهر على طول موجود كده. مطعم ومشويات البركة، يعني الكفتة والفراخ المشوية، البيتزا والكريب وحلاوة الفطير، ولا جمال الشاورما وهي بتتقطع كده من الشيف اللي واقف قدامها. كلكم والسندوتشاتكم تاني، ولا الوجبة الجميلة وكمان الحواوشي الاسكندراني والحواوشي العادي. تعالوا كمان شوفوا العروض الكتير اللي بيعملها محمد البركة. مشويات البركة كمان بتوفر لكم تسوية بأحسن الأسعار والتوصيل لحد باب البيت. تقدروا تشرفونا دلوقتي في فرع شهى على طريق المنصورة كرنس، أو تكلمونا على الأرقام دي. البركة، ألذ طعم وأقل سعر.
ونروح معاكم أعزائي المشاهدين دلوقتي لمحافظة الغربية، مدينة كفر الزيات. هنخش على طول على مطعم باب الحارة للمأكولات السورية. باب الحارة مش مطعم فاتح بقاله شهر أو اتنين، هو المطعم ليه فرع فاتح من سنين ومسمع ومعروف جدا، بس الفرع التاني في المنصورة في مدينة بلقاس، لكن احنا رحنا الفرع بتاع كفر الزيات. رحنا هناك وكالعادة الأجواء السورية والشاورما الجميلة اللي دايما بتشدني في أي مطعم سوري، وبحب دايما أجرب بالذات الشاورما. وفعلا رحت وجربت وكانت تجربة جميلة جدا. الشاورما أقدر أوصفها إن هي بجد مليانة، ما كنتش قادرة أكمل ساندويتش الشاورما خالص، مش عارفة أكمله، هو بجد مليان جدا. كمان العيش السوري متحمص تحميصة حلوة قوي وطري من جوه في نفس الوقت. عجبتني تحميصة العيش اللي مش بلاقيها دايما في أي مطعم سوري. كمان عملنا لقاء مع صاحب المكان وعرفنا كمان ان عندهم بيتزات وكريبات ومشويات، كل الانواع وكل الاكلات السورية عندهم. ولازم اروح لباب الحارة تاني واجرب كل الحاجات دي، لكن انا المرة دي كان ليا التجربة مع الشاورما. لكن حقيقي هي تعتبر يعني فتحة الخير كده بتاعت المحل. كمان عندهم مكان مش بس بتاخد السندوتشات او الاكل بره، لا عندهم مكان حلو قوي مكيف وفيه ترابيزات وكراسي وقعدة حلوة هتعجبكم جدا. دلوقتي هنروح على طول المطعم، كمان هتشوفوا معانا الصور للوجبات والاكل اللي هناك، وتعالوا معانا يلا على باب الحارة. بهاء الدين ابراهيم، باب الحارة الشامي، يعني لنا 3 سنين معانا بمحافظة المنصورة اللي هي بلقاس، تابع للمنصورة، ريف المنصورة، بلقاس وشربين وكفر الزيات في طنطا. المنيو عبارة حضرتك عن بيتزا، شاورما، مشويات، فراخ مشوية، اللهم صل على سيدنا رسول الله، كريبات. والله نحن عندنا هون يعني الناس حب الشاورما، حب الشاورما، حس يعني حست الناس هون بتميزنا بالشاورما، بتبلتنا الخاصة الموجودة، بالنظافة تبع الأكل، الحمد لله يعني فضل الله بصراحة. إيه يعني الحمد لله لقينا في قبول بالبلد، في ناس عم ترحب فينا كتير، الحمد لله رب العالمين، يعني هذا فضل من رب العالمين. الشعب المصري أهلنا وأخوتنا من زمان يعني. والله الحمد لله أنا الشغل عندي كله فريش، يعني كل يوم في يوم الحمد لله. خلاص أنا ببيع مثلا لخسكار معين أو لوزن معين، فأنا ما بتقلش عليه علشان أبيع واشتغل فريش تاني يوم على طول. والله منخلي يعني المسافات المتباعدة، لو صار في زحمه بنخلي مسافات متباعده، بنحط الكمامات مثلا كده يعني، كوال الكلفز الكوندي بيبقى في شغلنا دايم يعني، الكلفز عموما، كورونا ولا غير كورونا. الله يجبر بخاطرك. هلا اول شيء انا لي شرف انه انتم سمعتوا عنا سماع حلو كثير يعني، واجيتوا لعنا دونا عن المطاعم كلها بكفر الزيات، يعني هذا شرف كبير لنا. وثاني شيء انا بتشكر هالبلد العظيم يعني، مصر وجيش مصر وشعب مصر، يعني اخوتنا، اخوتنا وحبايبنا والله.
وكده اعزائي المشاهدين يبقى خلصنا كل جولاتنا في الثلاث مطاعم اللي اتكلمنا عنهم النهارده. يا رب تكون حلقتنا نالت اعجابكم. اعزائي المشاهدين نترككم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.